أشاد اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالعلاقة الأخوية والثقة المتبادلة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية. جاء ذلك لدى استقبال سموه سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين السيد أنور حبيب الله، وأشار اسمه إلى تعاون من أجل تحقيق الخير والنفع، مؤكدا الحرص على المنفعة المتبادلة والتي تعتبر خطة استراتيجية لزيادة التعاون الشبابي والرياضي وتبادل الزيارات والخبرات بين البلدين الشقيقين. من جهته أعرب سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين السيد أنور حبيب الله عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لاهتمامه بتنمية العلاقات البحرينية الصينية في شتى المجالات والارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق، مشيدا بالإنجازات التي تحققت في مملكة البحرين في مجالات عدة في ظل المسيرة التنموية والتي توليها الحكومة الرشيدة كل الاهتمام وتحرص على تخطيها للتوقعات.